عليكم السلام. صباح النور، كي داير؟ صافا الحمد لله، كي داير انت؟ ربي يخليك. كل شيء بخير الحمد لله، الله يحفظك. الله ينورك. شكون معنا؟ معك فدوى من مدينة كلمين، من 20 سنة. خيرت وخيرت بقى قليميم يا وني. ربي يخليك. انت بنت قليميم اوريجينال ولا غير ساكنة فم؟ لا غير ساكنة تما، انا بقى من اكادير. اكادير، مرحبا بك. من بغا دير التيست فدوى؟ محمد مكناس. واش حال في عمرو؟ 26. واش حال انت ويا مع بعضياتكم؟ عام ونص، غادي في عامين ان شاء الله. عام ونص. هو من مدينه مكناس وخدام في التمارة. واحدة من الصباح كتقول لي السيمو دير فرج ودير فرج، واش سمعي نقول لك انت والله واخا تمشي ديري الفيلر والبوتوكس والله ما يطلع لك بحال الشنيفات. شتي بقاي حاضرين انا فمي الضحكة الشيري راه ديال النمرة ديالو 06. اها زيدي زيدي شحال؟ اها اها عاودي اها 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 27 23. اها لا لا اكثر من 14 تعليق كنجي كنهز كنلقاه واش داير فراج فراج اها الله احمد الرب العالي الو السلام عليكم. الو سي محمد السلام عليكم. ماشي سي محمد، شكون انت؟ اختي عاودي النمرة، بسم الله الرحمن الرحيم، عاودي النمرة هذه 07. الو فدوى، فدوى وعاودي لي النمره راه جابتني بنت. اها واش عاد الله يغبر لك الشقا، شكون ديال 20 مرات؟ 07 08 زيدي. اها وهاد النمره اللي عطيتيني ديال شكون؟ شو الناس اللي جات معنا في اللايف ما تنساوش وركوا على السي محمد السرير الفوق وديروا فولو. اوكي ما تنساوش تاكيو الاصدقاء ديالكم وصيفطوا اللايف لي زامي ديالكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء النور سي سي محمد، اهلا وسهلا. الحمد لله. صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. اموركم مزيانه بعدا كلشي على خير؟ معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. كتسمعني؟ برنامج خطوة قبل الزواج، فايتك مفرش في البرنامج ديال السي محمد، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ لا. مرحبا واهلا بك، السي محمد من مدينة مكناس، سن 26 سنة. فايتك مفرش في البرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه، فايت سامع به ولا حتى شي حاجة؟ لا ما مفرش. مرحبا بك، هذه فرصة سعيدة باش نعرفوك على البرنامج ديالنا، واللي مال إن شاء الله السي محمد كذلك يولي من المتابعين الجداد ديالنا. السي محمد أنت حاليا راك معنا على المباشر، اتصلت بنا واحد أنيسة من مدينة مكناس. هي اللي عطاتنا الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك، قالت لنا السي محمد بلي انت وياها في علاقة حب وباغا دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضرة في حقك بغات تقولها لك من خلال البرنامج ديالنا. أنا غادي ندوزها لك السي محمد، مستعد باش تهضر معاها؟ مستعد. أوكي، بلا شك أصلا من خلال الهضرة ديالك كنظن بلي راك عرفتيها شكون. خويا تنكذب عليك دابا في هاد الليل راه صليتي ليا وراني متكي. ورا قالت لي يلاه دابا شويه خصك تهضر انت وياها، حنا كنساعدوك اسيدي. يلاه الله يخليها ليك والله يخليك ليها، قول امين. امين اخويا امين. دونك كنظن راك عرفتيها شكون، شكون هي المكناسيه اللي سارق لها السي محمد القلب ديالها؟ اه راك عرفتيها شكون ياك؟ عرفتها شكون.
دونك عطينا غير الاسم ديالها بلا ما تذكر النسب، باش تشوف واش هي اللي متصله بينا ولا لا. اه غير الاسم الاول فقط. تفضل السيد سي محمد. شنو سربي عافاك حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناو. كذب عليك اخي، ما عرفتش حيت شكون هاد السوبريزات كون دايرها، ما عرفتش. يا الاسم ديال البنت اللي انت وياها في علاقه مدينه مكناس فقط، راه هي اللي غتكون. كانت هي راه غنقول لك يوم دوزاك، ما كانتش هي راه غنقول لك ماشي هي فقط. تفضل تفضل السي محمد، ما تفكرش بزاف، راه هذه اللي كتفكر فيها هي راه هي اللي متصله بينا. يلا لا دابا انت شوف شوف الصوت ديالك انت راه ما دايرش على المباشر، حتى الا قلتي الاسم ديال هاد البنت اللي كنت معاها في علاقه وهي متصله بينا دوزك، ما كانتش هي راه نقولك ماشي هي. يلا تفضل. علاقه علاقه حب. لا لا والله سيدي ما كنكذبوا عليك. واه يلا تفضل السي محمد، شنو هو الاسم ديال البنت اللي تواي في علاقه مدينه مكناس؟ مدينه مكناس. مدينه مكناس. تفضل تعطلتي علينا، عندنا بزاف المكالمات كيتسناو. ها نكذب عليك، ما كاينش عندي شي بنت انا وياها في علاقه مدينه مكناس. اها ماشي مكناس بالضبط، النواحي ديال مكناس. يلا حنا كنسهل، بقى انا نقول لك السميه وصافي، غير الصوت ديري على المباشر. تفضل. انا واحد مكناس. وي راك عارف علاش كنهضر. انا ما شوف باش نقول لك صراحه، انا ما كنعرفش شي وحده سميت مكناس غير معاها شي علاقه، باش نقول لك الصراحه. السي محمد دير علاقه شوف في حياتك ولا سيليباتير؟ دير علاقه في حياتي. هاد البنت اللي نتويا في هاد البنت اللي نتويا في علاقه فين كاينه؟ سلا. شنو السمية ديالها؟ كوثر. عرفتك غتعرفها، برافو عليك. شحال انت وكوثر مع بعضياتكم؟ صافي نحسب ليك شي 4 سنين ولا هكا ولا كثر. قالت لنا بلي موعد الزواج ان شاء الله ملي تيسر الامور. دابا دابا غادي مزيان، يعني ما حنا ما كنحكموش على الامور من دابا، فهمتي؟ غادي مزيان، فهمتيني؟ كنتفاهموا مزيان ونتعلموا. يلاه انا غندوز لك، الله يخليك ليا والله يخليها لك، حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناونا. امتى اخر مره تلاقيتي انت ويا السي محمد؟ دابا انا حكم الخدمه بعيد عليها. اخر مره اخر مره تلاقيتي انت وياه؟ غير مو اوكي شهر جوج. السلام عليكم انيسه كوثر فدوى. اهلا صافا لاباس عليك؟ ها هي معك السي محمد. بخير عليك مزيان. بلاتي قول لنا السي محمد، اول حاجه كنعطيوها للناس يقولوها للحبيبه ديالهم ولا الخطيبه ديالهم ولا الزوجه ديالهم اللي كندوز لهم، يقول لها شي كلمه زوينه كتبغيها. شوف لك كنبغيها بزاف، والله يخليها ليا زين، الله يطول بها العمر ديالها زين، وشكرا على التبخيت اللي دارت لي. لا لا شي حاجه. ها تاني حاجة غادي تعطيها هي بيزو. سيري. لا دابا دابا دابا، حنا كنشرو الحب والسعادة. يلا. ما شاء الله. ناري بلاتي تقطع عليها. شكرا بزاف، وهاد البرنامج الله يلعن عندك زوين. الله يكبر بيك، الله يخليك. خليك معايا بعدا ندوزوك، راه تسال الصوت حنا نتصلوا بها. يلمح هاجي يا فرح، هاجي افد فدوى ولا سميتها فدوى. الو تسالك الصوت. ايوا شوفي. نعم ها هو معك. سي محمد. ها هي كوثر معاك، دري معاها. تبارك الله على لالا كوثر. شكون معايا؟ شكون اللي معاك؟ انا غير عميمه وسط على الكتب تاع غادي نجيب لكم ونكتبوا باش شنو غندير في المارياج وما عرفت شنو،
وكنت ربع سنين انت وهي وكتبغيها صراحة براك مثلا تحية نضرب لك براك وتحية يعطيك الله من عيني زعما راك عسكري وكتعرف القانون وكتعرف هذا هو الحب عندك ما عرفتيش شكون معاك نسيتي زعما نسيتي كاع العشا اللي بيناتنا ونسيتي المواعيد ديال الخاوية ونسيتي سبحان الله ربي ربي كلا كيعطي قد نيتو دابا غير تسلي سبحانك انت وديك كيفاش ربي غادي يسهل عليك امين امين شكون معايا محمد وي انسه قلتي لي سميت كوثر شنو ها محمد نعم معايا انا ولا مع سيمو معاك انت الشريري وي تفضلي شكرا لك بزاف الله ودي بلاتي نقولوا لسيمو محمد شكون اللي معاك سيمو محمد هذه راه كتفلى انا ما قولي لي السميه شكون انت انا واحد ديال زنجبيل السميه هذه فدوى من قلميم وا ما تخاف والو سي محمد راه ما حد ما كيعرفك راه كتسمع الصوت خويا سمعت واحد الحاجه فدوى من قرنين انا والله ما كنعرفش فدوى من قرنين يا الله امن بالله او الا مكرعين بيك شوف اختي نقول واحد الحاجه وديريها في بالك لا 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 ربي سهل عليك فهمت كيف تكتب هذيك لا 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 ربي سهل عليك وليت اختك بون كوفاك لا انت ربي غادي يسهل عليك مقلوب نيتك ان شاء الله غير تسنى مهم لا لا اسمع عليك ماشي علاش حيت كتكذبي وفي هذا البرنامج هذا ممكن ولا تلعبي على من قلبك ان تربي تسهل عليك هنا يسهل عليك في حياتك لا في خدمتك لا في كل شيء اصلا بحال ربي مبين عليك كل شيء غير المشاكل سوري سوري شوف انا نشوف واحد الحاجه انا قلت لك هذه الكلمه هذه حيت انا ما كنعرفش في الدول قد ميت الا كنت اختي غاطه في النمره سير قلبي انا ما كنعرفش وحده بنت ديال النيل فدوى فهي كنعرف شي بنت كنعرف شي بنت تما ولكن ما عرفتش كيف فدوى علاش كنت غلطه اسمع باش نكرتيني كرتيني دابا يعني ما كاينش تبرر ليا ما كتعرفني ما كتعرفش الله يعاونك اخويا الله يعاونك يا الله تهلا براسك الله يعاون تهلا براسك سمعي يا خويا انا هذا الدراماتي ديالي انا تهلا براسك لا حول شكرا لك بزاف اخويا بينتي ليا الدور كيخليك حفي بلاي الا هادشي قلتي انت بصح دابا هو كيحلف وما فهمتش انا دابا شكون انت حلفتي هو حلف لا لا حلفي حلفي الله يسعدك ما حلفي شاولا شتك حقتي راه كتجمعي هو شاولا يلا تحياتي لك اختي فدوى ربي يخليك لحسبك واش درتي منايضه الدراري